ما ذكره السيد البروجردي قدس الله نفسه في كتابه أو ما ذكر عنه في حياة السيد الطائفة اللي قلنا بالأمس تأليف الشيخ محمود درياب النجفي في صفحة 233. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث أعزائي يراجعوه بشكل جيد ومفيد. 223 عفوا. موقفه من الفلسفة، موقف السيد البروجردي، صفحة 223، يقول: لقد وجهت مجلة الحوزة للشيخ المنتظر السؤال التالي. اشتهر أن السيد البروجردي كان مخالفا للحكمة والفلسفة باعتبار من تلامذته الشيخ المنتظر، ولهذا قد أمر العلامة الطباطبائي أن يترك تدريسه للفلسفة. الرجاء وضحوا لنا موقف السيد هذا. يسألون الشيخ المنتظر عن موقف السيد البروجردي أستاذه، والشيخ المنتظري يجيب عن المسألة أعزائي نقلا حسيا بلا واسطة. يقول وأجاب الشيخ المنتظر أن العلامة الطباطبائي كان يدرس كتاب الأسفار وأنا كنت أدرس كتاب المنظومة. الشيخ المنتظري تلميذ السيد البروجردي. في يوم من الأيام جاء المرحوم الحاج فلان الأصفهاني وقال: إن السيد البروجردي قال بلغ الشيخ المنتظر أن يعطل تدريسه للمنظومة ويأتي إلى بيتي. كما احنا محدثنا مولانا، احنا كنا ندرس البداية مدرسة في مدرسة السيد القلبيقاني مولانا، فخرجنا من الدرس قالوا هل يوم تعطلون الدرس باعتبار أن السيد القلبيقاني أيضا من هذا من هذه المدرسة. قلت لهم أعطونا مجال 4-5 أيام نلقى مكان، قالوا أبدا، حتى يوم واحدة ما لك حق تبقى في سيد في مدرسة سيد القلبيذ. ذهبت إلى بيته. منو؟ الشيخ المنتظر يقول قال لي: إن السيد قال لي بلغ الشيخ المنتظر أن يكتب أسماء تلاميذ العلامة الطباطبائي لنقطع معاشاتي. فأول أسلوب للوقوف أمامه أنه شو نسوي؟ نحاربهم في ماذا؟ في أرزاق. هسه هذا منهج، هسه هذا المنهج توافق عليه لا توافق مهم، أحد مراجع الطائفة هذا موقفه. يقول الشيخ المنتظر: تعجبت من هذا القرار وقلت له هذا غير ممكن. ما هذا القرار؟ طبعا أنا في كتابي حياة الطباطبائي اللي يمكن وزعته على الأعزاء بلي وزعته عليكم؟ لا إن شاء الله أجيب لكم. يعني عندي فد كتاب 250 حق هذا الرجل ضائع كثير في الحوزة العلمية، كتبت عن حياة الطباطبائي سيرته. هناك رسالة قوية عندما أراد أن يقطع الرواتب سيد الطباطبائي وجهها علما إلى السيد البروجردي، وأنا ناقل الرسالة هناك، ناقل الرسالة أنه بابا أنت إذا عندك مشكلة معي شنو الذنب؟ شنو طلاب وأنت اقطع راتبي مو تقطع راتب طلبة. وأنت لا تتصور بأني أنا أرفع يد عن الفلسفة، والله لو أغلقت علي جميع المدارس وكل مكان سأجلس في أزقتي وشوارع قم وأدرس الفلسفة. هو رسالة جد شديدة في ذلك على الأحوال. وهذه هم صارت، هذا من نقلنا وتوزع مولانا أيضا، مولانا هم سوت لنا مشكلة من المتابعين لبيت السيد البروجردي أنه ليش السيد نشر هذه الرسائل. قال الحاج محمد حسين: أنا أيضا توصلت إلى أن هذا القرار غير صحيح. يعني منه اللي نقل الخبر؟ قلت: إذا نذهب إلى السيد. ذهبنا إليه وقلت له بلهجتي الصريحة: سيدنا ما هذا القرار؟ إن الفلسفة علم تعتني به الجامعات في العالم، وأن موضوع فقهنا وأصولنا موضوع اعتباري. الفلسفة علم حقيقي والفقه والأصول علم اعتباري، لماذا تغلقون ذاك الباب؟ قال السيد البروجردي، التفتوا إلى العبارة عزة، ده ينقل الشيخ المنتظري عبارات منه السيد البروجردي بلا واسطة. قال السيد البروجردي: أنا أيضا على هذا الرأي، أنا معتقد أن الفلسفة أيضا ضرورية ولا بد أن تقرأ في الحوزات العلمية، وهو من
أهم تلاميذ جهانجير خان القشقائي المعروف بأستاذيته للفلسفة في أصفهان. يعني سيد بورجردي مو إنسان الذي ما قارج الفلسفة. ولذا في رسالته سيد الطبطبائي يقول له بالقدر اللي أنت قاري فقه إحنا إذا مو أكثر قارين إحنا مو أقل قارين. سيد الطبطبائي يقول لمن؟ يقول لسيد البرجردي، ولأنه إجى سيد الطبطبائي من النجف وهو مجاز بالاجتهاد من أعلام كبار النجف، مولانا مو أنه فقط كان فيلسوفا مفسرا. سيد الطبطبائي قال سيد البرجردي أنا أيضا على هذا الرأي، أنا درست الفلسفة لكن ماذا أصنع؟ التفتوا لي جيدا، ماذا أصنع؟ من ناحية أرى أن بعض الطلبة لا يستوعبون الأبحاث الفلسفية ولهذا ينحرفون. أنا شاهدت في إصفهان شخصا كان حاملا لكتاب الأسفار ويقول أنا الله أنا الرب، فمنحرف صاير. ومن ناحية ثانية هذه ما هم عندي التفتوا لي، ومن ناحية ثانية قد اعترض كثير من العلماء وضغطوا علي حتى أخذت هذا القرار. هسا أنتوا التفوا، إذن القرار كان ماذا؟ ها؟ قرار شخصي من السيد البرجردي قدس الله نفسه، لو بتعبيرنا إذا صح التعبير من الحواشي الضاغطة، ما أريد أعبر تعبير آخر، من الحواشي الضاغطة واضحة. هذا واحدة من الأسباب. ولهذا موقف السيد البرجردي أريد أبين للأعزاء خصوصا أولئك الذين ينقلون رأي سيد البرجردي من غير المعرفة، سيد البرجردي ما كان عنده مشكلة مع الفلسفة، كان عنده مشكلة مع أنه مو كل أحد لابد يقرأ ماذا؟ الفلسفة. وهذه قضية واضحة ما تحتاج إلى دليل. وثانيا أنه يقول بأنه هذه ضغط صار علي وإلا أنا لست معتقدا بهذا.